ان كان في هدف غير صحيح احرزه الفريق الضيف في الحقيقه، وانتظرنا الفار. كان الجمهور حتى مع قرار الحكم قبل الفار كان بقايم وبيشجع وبحماس شديد جدا وحفز اللاعبين، فده كان عنصر فيصل. وده دايما عهدنا بجمهور النادي الاهلي العظيم، انه دايما بيبقى مستهند وهو اللي في ظهر فرقته، وهو اللي بيبقى عارف ايه الوقت المناسب اللي يخش الاستاد بهذه الكثافه الكبيره ويبقى بيحفز. امبارح كان كام بصراحه؟ لانه كنتوا واخدين موافقه ب 50 60 70، امبارح مش اقل من 70,000. لا خلينا هم ال 50,000 بس. انت عارف الواحد في الجمهور دايما ب 1000. ايوه الواحد ب 1000. الواحد ب 1000 فبيبدو ان اكتر من 250,000 في الاستاد. بيبقى الشكل فعلا من الحماس الكبير، كان شكل حاجه رائعه وصوره حضاريه في الحقيقه. وخليني برضو حضرتك دايما زي ما تعودنا دايما انك تدينا الفرصه ان احنا نشكر كل المؤسسات الوطنيه المصريه في الحقيقه، وفي مقدمتها بالامس وزاره الداخليه اللي كانت حريصه على ان الجمهور يخش بطريقه فيها تيسير كبير، وده ساعد ان الجمهور يكون متواجد من الساعات المبكره، في راحه في الجلوس في المدرجات، في هتافات، في ادوات تشجيع موجوده. التزام وكمان الالتزام، وكان في التزام من الجمهور بشكل اكثر من حضاري طبعا، على الرغم من شده الماتش وصعوبه المباراه في الحقيقه داخل ارض الملعب، لكن الجمهور كان واخد اتجاه واحد هو تحفيز فريقه وتشجيع لعيبته، وده انعكس على اداء اللعيبه الرجولي في الملعب في الحقيقه. حتى لما انتهت المباراه كانت المباراه الخروج بطريقه فيها يسر شديد لهذا العدد الكبير من الجمهور، كانت بسهوله. وبهنا بنشكر وزاره الداخليه المصريه، ونامل ان شاء الله ان احنا نبني على هذا الحدث الايجابي في الحقيقه للمباراه القادمه اللي هي هتبقى في القاهره يوم 25. هتطلبوا كام الماتش النهائي؟ هو احنا هنطلب طبعا كلنا ثقه في ان كل المؤسسات الوطنيه المصريه، سواء كانت وزاره الداخليه، سواء كانت شركه تذكرتي، سواء كانت الشركه المتحده للتسويق الرياضي، سواء كانت الشركه الافريقيه لتنظيم واداره المباريات اللي احنا متعاقدين معاها، سلسله من المؤسسات الوطنيه اللي بتقدم كل الخدمات اللوجستيه ليظهر استاد القاهره بهذه الصوره الحضاريه التي تليق بمكانه الدوله المصريه والتطور الذي تشهده هذه الدولة العريقة داخل القارة الأفريقية. احنا ان شاء الله هنطلب الساعة الكاملة، بالإضافة كمان ان لائحة الاتحاد الأفريقي بتشترط ان المباراة النهائية تكون في الساعة الكاملة للاستادات الوطنية الكبيرة، وخاصة الاتحاد الأفريقي يعلم قوة الدولة المصرية وقياداتها الأمنية الموقرة القادرة على تنظيم 80,000 يعني الفعاليات اللي موجودة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله، لان دي حاجه بتعكس يعني مصر وبتضع مصر امام العالم. حضرتك ممكن تتوقع ان في قيادات تكون موجوده في هذا النهائي من الاتحاد الدولي، الفيفا موجودين بالظبط كده. وبالتالي احنا بنبقى حريصين دايما ان الدوله المصريه والنادي الاهلي، النادي الاهلي ده واحد من اكبر المؤسسات الرياضيه اللي في العالم اللي موجوده، وده مش بشهادتنا احنا كاهلاويه عشان بننتمي للنادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي، وحضرتك اكيد واحد منهم. احنا كان عندنا خطاب من 3 شهور لما كنا في بطولة كأس العالم للأندية، تهنئة السيد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيشيد بالمنظومة الاحترافية للنادي الأهلي، ومنظومة الاحتراف التي يقودها النادي الأهلي تباهي أفضل المنظومات الاحترافية في أكبر المؤسسات الرياضية العالمية. هذا وسام على كل صدر مصري، على كل صدر أهلاوي في الحقيقة. وإحنا الحمد لله يمكن كان في توجيه على طول من بعد المباراة ما انتهينا امبارح، كان في توجيه من مجلس الإدارة الموقر بقيادة الكابتن محمود في الحقيقة، ان احنا النهاردة على طول تواصلنا مع مجموعة من المؤسسات الوطنية على رأسهم شركة تذكرتي، وان شاء الله عندنا اجتماع غدا الساعة 2 ان شاء الله عشان ترتيبات المباراة النهائية وترتيبات التذاكر والساعة لكل مدرج، عشان نبدأ ننسق مع السلطات الأمنية المصرية في الاجتماع الأمني اللي بيتم تنظيمه لهذه المباراة. وبالتالي أعداد المشاهدين هنبدأ بقى بنتكلم فيها من دلوقتي، كل ده احنا بدأنا عليه يمكن من الأمس بمجرد من انتهاء المباراة احنا على طول اشتغلنا. النهاردة خرجت جوابات من خطابات من النادي الأهلي لهذه المؤسسات الوطنية عشان نستعد للمباراة لتخرج بأفضل صورة ممكنة وتليق بالدولة المصرية وبقيمتها وبحضارتها العريقة التي تمتد لآلاف السنين في الحقيقة. ماذا عن مباراة رادس؟ ايضا مباراة رادس بيتم ترتيباتها برضو بالنسبة لتحديد مواعيد السفر بالتنسيق مع
الجهاز الفني والسيد مدير الكوره في النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، وبالتالي اتخاذ ترتيبات السفر واستخراج التاشيرات وهم شغالين عليها. اداره الكوره في النادي الاهلي بداوا يشتغلوا بالفعل عليها من اليوم بعد على طول ما الحمد لله كان في طمانينه على التاهل للمباراه النهائيه. وبنكتب وهذا الجيل بيكتب تاريخ جديد، تاريخ بارقام قياسيه. النهارده الحمد لله للمره 17 يتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه ليتساوى راسا براس مع ريال مدريد. الحمد لله مفيش كده يعني ما شاء الله. ما اعتقدش، وده يا استاذ احمد يعني يخلينا عندنا ثقه في قدرات يعني النادي الاهلي بالحقيقه بيقدم تجربه فريده مبدعه، ودايما على مدار تاريخه ثقه في المؤسسات المصريه، ثقه في قياداتها اللي بتقود هذه المؤسسه العريقه، ايضا ثقه في لاعبيها وكوادرها اللي موجوده في ارض الملعب، لاعبين كلهم الحمد لله قدموا حاجه هيكتبها كل التاريخ. وسام ابو علي واضح انه يعني زي ما بقول كده يعني اختيار ينضم النادي الاهلي حكايه، الجول اللي سجله امبارح هدف عالمي. هدف عالمي في الحقيقه بيفكرنا بمهارات الاساطير الكبيره بتاعت مصر زي الكابتن محمود، ويمكن يعني الكره مش ممكن تتحكم فيها في الوضع اللي جات وعملت دروب في الارض، فهو في الحقيقه لعيب الحمد لله ربنا يوفقه، ربنا يحميه ويحفظه من الاصابات ان شاء الله، ويبقى كده مستمر توفيق له داخل الملعب وكل عناصر الفريق ان شاء الله تبقى عندها. النهائي الشناوي ولا شوبير مكمل؟ ما شاء الله على شوبير بصراحه كمان. كل اللعيبه متميزه، ده قرارات انت عارف عندنا في النادي الاهلي كل واحد عنده اختصاصه وكل واحد ملتزم بهذا الاختصاص. انا عارف ده تميز اداره النادي الاهلي ده.